الموجز الخامسة من قناة الدنيا، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم في مؤتمر صحفي عقده اليوم في دمشق على أن الحكومة السورية ستتعامل بجدية مع مؤتمر جنيف 2 بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كافة شرائح المجتمع وعلى رأسها فئة الشباب. كما أشار المعلم إلى مزاعم استخدام الحكومة السورية للسلاح الكيميائي بالقول إن سوريا لم تقل يوما إن لديها سلاحا كيميائي أو ليس لديها، مشددا على التزام سوريا بالتحقيق حول استخدام السلاح الكيميائي. سنتوجه إلى المؤتمر بكل جدية من أجل الوصول إلى وقف العنف والإرهاب الذي نعتبره مطلبا شعبيا يحتل الأولوية بالنسبة للسوريين. ووقف العنف والإرهاب معيار لجدية المتآمرين في وقف تمويل وتسليح الجماعات الإرهابية الموجودة في سوريا. نحن في سوريا لم نعلن يوماً أن لدى قواتنا المسلحة أسلحة كيميائية أو ليس لديها، لكن أثار شكوكنا لماذا يعتمد الرئيس الأمريكي على تقارير كاذبة. أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن فرض عقوبة على كل شخص يدخل الإقليم السوري بطريقة غير مشروعة بالحبس من سنة إلى 5 سنوات والغرامة من 5 إلى 10 ملايين ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وأصبح قانونا. وبين وزير العدل الدكتور نجم الأحمد أن البلاد تعيش ظرفا استثنائيا ودخلت أعداد كبيرة وخصوصا من العرب بطريقة غير مشروعة إليها تحت مسميات أخرى أغلبها مرتبط بالأحداث الراهنة، ولم يكن هناك نصوص جزائية رادعة في هذا الموضوع وخصوصا لمن يدخل الأراضي السورية من الأجانب والعرب، مؤكدا ضرورة وضع نص رادع لكل من يدخل الإقليم السوري لأنه أحد أركان الدولة ومظهر من مظاهر سيادتها، لذا وجب أن يكون الدخول إليه بطريقة نظامية مشروعة وفقا للضوابط القانونية والتنظيمية التي تضعها السلطات المختصة. في تعد جديد على المقدسات وبيوت الله، أقدمت مجموعة إرهابية مسلحة أمس على إحراق جامع صلاح الدين في حي الأشرفية بمدينة حلب بما فيه من محتويات ومقتنيات، وقامت المجموعة بتصويره لبثه واتهام الجيش العربي السوري بهذه الجريمة. وفي حلب أيضا انفجرت سيارة أثناء قيام مجموعة إرهابية بتفخيخها بكميات كبيرة من المتفجرات، وذلك في حي الصخور، ما أدى لمقتل جميع الإرهابيين المشاركين بعملية التفخيخ. وعلى الأرض، أحكمت وحدات عسكرية سورية السيطرة على بلدة الدهش في محافظة حماه بعد تدمير جميع وتجمعات إرهابيي جبهة النصرة في البلدة الواقعة شمال شرق المدينة وإيقاع أعداد منهم قتلى ومصابين، فيما اشتبكت وحدات الكمائن مع مجموعة إرهابية من جبهة النصرة في قرية أم صهريج وأوقعت أفرادها بين قتيل ومصاب. وفي قرية بيوض، تمكنت قواتنا المسلحة الباسلة من تدمير 3 رشاشات ثقيلة. تمت أمس تسوية أوضاع 39 شخصا ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين في منطقة تل كلخ بحمص بعد أن سلموا أنفسهم وأسلحتهم للجهات المختصة. وأكد عدد من الذين سلموا أنفسهم أنهم استخدموا كأدوات لتخريب البلد وغرر بهم، ولكن إدراكهم لحجم المؤامرة الكونية التي استقدمت المرتزقة من كل أنحاء العالم لتدمير سوريا ساهم في إعادتهم إلى جادة الصواب. أكد الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد أن ما يجري في سوريا هو جزء من سيناريو محاولات الأعداء لفرض هيمنتهم على المنطقة، داعيا إلى ضرورة تحقيق التفاهم والوحدة الوطنية بوصفهما السبيل الوحيد لتحسين الأوضاع في سوريا.
كما أكد أحمدي نجاد لدى استقباله في طهران أمس وزير الخارجية والمغتربين اللبناني في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور، أكد أن أعمال العنف لا تحل مشكلة، لذلك على الأطراف في سوريا الدخول في حوار والتوصل إلى تفاهم. ندد عضو مجلس النواب العراقي عبد السلام المالكي بالفتاوى التكفيرية والجهادية التي دأب على إطلاقها شيوخ الناتو ضد سوريا والعراق، داعيا إلى إطلاق دعوات الجهاد ضد إسرائيل التي تحتل الأراضي العربية. وأضاف المالكي أن تجار الحروب لم يقتصروا في عملهم على العراق فحسب، بل توجهوا إلى دول أخرى ليشعلوا فيها نيران الحرب بعد أن باتت ورقة الفتنة الطائفية التي يحاول البعض تأجيجها من أجل إفشال دولة المواطنة ودولة المؤسسات محروقة في العراق، لأنه عانى من هذه النار لسنوات طويلة ودفع ثمنها غاليا من دماء أبنائه، ولا سيما في الحكومة والعشائر والمراجع الدينية تتصدى لهذه الخطابات التي باتت مكشوفة. طلب محمد البراهمي الأمين العام لحركة الشعب التونسية رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض بإعادة العلاقات التونسية السورية إلى سابق عهدها. وقال البراهمي إن قطع العلاقات مع سوريا الدولة العربية الشقيقة خطأ لا بد من إعادة النظر فيه. من جانب آخر، أكد البراهمي ضرورة تجريم التطبيع مع الصهيونية وكيانها في الدستور التونسي الجديد رغم الضغوطات الدولية، مشيرا إلى أن مسألة تجريم التطبيع هي نقطة مبدئية لا يمكن التنازل عنها. طالب الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للموارنة القضاء اللبناني بتحمل مسؤولياته والكشف عن هوية المعتدين على الجيش اللبناني في صيدا وإنزال أشد العقوبات بهم، معتبرا أن ما تشهده مختلف المناطق اللبنانية والتدخل في شؤون سوريا بالرغم من أعلان بعبدة إنما هو نتيجة الإمعان في تضليل المؤسسات الدستورية وتفكيكها الواحدة تلو الأخرى، وأن الاعتداء على حياة إنسان جريمة تجاه شخص وأهله، أما الاعتداء على مؤسسات الدولة فجريمة تجاه الشعب كله وخيانة عظمى. شنت هذا وقد أحكم الجيش اللبناني سيطرته على مجمع السلفي أحمد الأسير في بلدة عبرة بصيدا بعد مواجهات مسلحة مع عناصر مسلحة تابعة له سقط فيها حوالي 15 شهيدا وعشرات الجرحى في صفوف القوات العسكرية. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الاشتباكات تواصلت مع بعض القناصة المتمركزة على أسطح بعض الأبنية، فيما أفيد عن ظهور مسلحين مقنعين من أنصار الأسير في منطقة حي البرا جنوب صيدا وفي حي الزهور. وأشارت الوكالة إلى أن وتيرة الاشتباكات اشتدت قبل ظهر اليوم في منطقة عبرة واستخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والصاروخية كافة، أصيب بنتيجتها مبنى السراي الحكومي في صيدا، كما طالت الاشتباكات منطقة شرحبيل جنوب شرق صيدا، كما تجددت الاشتباكات بين الجيش اللبناني ومجموعات فتح الإسلام وجند الشام المتطرفة في منطقة تعمير عين الحلوة القريبة من مخيم عين الحلوة، واستخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقنابل والقذائف. إلى ذلك قال الجيش اللبناني في بيان اليوم إن العمليات العسكرية في مدينة صيدا ومنطقة عبرة لن تتوقف حتى القضاء على المظاهر المسلحة وإعادة الأمن واجتثاث الفتنة من جذورها. شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم سلسلة غارات على مواقع متفرقة في قطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. وذكرت وكالة صفا الفلسطينية للأنباء أن طائرات الاحتلال شنت 7 غارات استهدفت موقعا لسرايا القدس وأراضي بدير البلح وخان يونس ورفح. وأشارت الوكالة إلى أن الغارة الأولى استهدفت أرضا قرب موقع الأمن الوطني في شارع صلاح الدين بدير البلح، فيما استهدفت عدة غارات أراضي قرب بوابة أصداء الغربية في خان يونس، كما تم قصف أرض بمنطقة الزوايدة وسط القطاع. وقصفت طائرات الاحتلال أيضا بأربعة صواريخ على 3 دفعات موقعا في منطقة المحررات برفح جنوب القطاع.
قالت تقارير أعلامية إن أمير مشيخة قطر حمد بن خليفة آل ثاني يعتزم لقاء الأسرة الحاكمة وما يسمى أهل الحل والعقد اليوم وسط أنباء عن اعتزامه تسليم السلطة لابنه تميم قريبا. وذكرت رويترز أن الدبلوماسيين أعلنوا في وقت سابق أن حمد يبحث القيام بتسليم منظم للسلطة يشمل أيضا استقالة رئيس الوزراء ووزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني. وقال دبلوماسيون عرب وغربيون إنهم فهموا أن الدافع وراء ذلك رغبة في انتقال سلس للسلطة لجيل أصغر. وصل إدوارد سنودن الموظف السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA الذي كشف معلومات سرية عن استخدام جهاز الأمن القومي الأمريكي لبرامج تنصت ورصد إلكتروني واسعة النطاق إلى موسكو وفق ما ذكرت مصادر خاصة. وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الروسية إن سنودن ربما يكون في موسكو كمسافر ترانزيت، مضيفا أن فنزويلا هي المحطة الأخيرة في رحلة سنودن، وهذا ما أكده مصدر مقرب منه مشيرا إلى أنه اختار هذا الطريق المعقد على أمل أنه لن يعتقل. وأوضح المصدر أن سنودن سيصل إلى فنزويلا متجها من موسكو إلى هافانا ثم كاراكاس. في خبرنا الأخير، أعلنت رئاسة جنوب أفريقيا أمس أن الرئيس السابق نيلسون مانديلا الذي يرقد في المستشفى منذ 16 يوما لإصابته بالتهاب رئوي بات في حالة حرجة منذ 24 ساعة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الرئاسة قولها في بيان إن حالة الرئيس السابق نيلسون مانديلا الذي لا يزال في المستشفى في بريتوريا باتت حرجة، لافتة إلى أن الرئيس جاكوب زوما ونائب رئيس الحزب الحاكم سيريل رامافوسا وغراسا ماشيل زوجة مانديلا التقوا مساء أمس في المستشفى لمناقشة هذا الوضع. ختام الموجز بأمان الله.